OH after BOH after male H. وبالتالي بي اتش للزام ولا مور ذان سيفير؟ مور ذان مور ذان سيفير. طيب السوليوشن ده بي او اتش كتير وفي اتش قليل فالبي اتش للزام مور ذان 7 ايه لغايه 14. طب النيوترال سوليوشن بقى الاتش اكتر ولا اتش؟ الاتش ايون كونسنتريشن ايكوال الاو اتش ايون كونسنتريشن والبي اتش يساوي كام؟ قصدي يا دكتور لو الاثنين قد بعض يبقى ده 10 اثنين 7 وده 10 اثنين 7 يبقى ال بي اتش تساوي 7 وال بي او اتش 7 يبقى كلام سهل خالص بقى يا جماعه. قالت لنا السوليوشن على حسب ال بي اتش 3 اسيدك سوليوشن هافينج اتش مور ذان الاو اتش وال بي اتش ليس ذان 7 البيزك او اتش مور ذان الاتش وال بي اتش مور ذان 7 ونيوترال الاتش تساوي الاو اتش وال بي اتش تساوي 7 والكلام ده اسميه بي اتش سكيل. بي اتش سكيل سكيل يعني ميزان، الميزان بتاع البي اتش. طب انا عندي سوليوشن عايز اعرف هذا السوليوشن اسيدك ولا بيزك ولا نيوترال، اعرفه ازاي؟ من البي اتش. ازاي يا ريت البي اتش دي يعني؟ قال لك البي اتش فقيسها بحاجتين. في حاجه اسمها انديكيتور، اكتب الكلام ده في ورقه البيت. حاجه اسمها انديكيتور علامات او دلالات. وحاجه اسمها بي اتش ميتر وفي حاجه اسمها انديكيتور وحاجه اسمها بي اتش ميتر مقياس البي اتش او جهاز قياس البي اتش. انديكيتور ده مين اشهر واحد فيهم؟ ليت ماس بيبر. اسمها يا جماعه ليت ماس بيبر لين. في ناس متاثرين قوي بالاناتومي ومتاثرين دكتور مدحت ودكتور ايهاب وبيسموها لاتسمس بيبر. عيب قوي عيب خالص. لاتسمس دي لاتسمس دورساي ماسل. طب قول الاورجن. اسمها لاتسمس يا اسمها لاتسمس 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 دي. وفي ناس بتترجم ترجمه حرفيه يقول لك اسمها ورقه عباد الشمس يبقى انجليزي سان فلاور بيبر. لا يا دول لا يا دول ما اسمهاش كده. اسمها لاتسمس بيبر. عندي كام لون من اللي اسمه بيبر؟ اثنين اللي هو مين؟ ريد وبلو. احمر والازرق. وزمان في كي جي 1 وانا قد كده الراجل بيقول لي الحمض في الحق في احمر في الحق ورقه عباد الشمس الزرقاء والقروي بالقاف يدرب بالقاف الورقه الحمر. يبقى الحمض يحمر والقروي يدرب. طيب حمض يعني قد يا قد حمض يعني قد وقلوي يعني بيت. جميل. طيب لو عندي سوليوشن عندي سوليوشن عايز اعرفه اسيديك ولا بيزك ولا نيوتن احط الورقه الحمراء ولا ورقه الزرقاء؟ الاثنين. الحمراء ولا الزرقاء؟ الاثنين. الاثنين. لو الاثنين بقوا حمر بقوا اسيديك. الاثنين بقوا بلو بيزك. بيزك. الحمراء اتزقت والزرقاء احمرت. ما ينفعش. ينفع. 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 الحمراء هتفضل حمراء والزرقاء هتفضل زرقاء. يبقى كده. يبقى انا بعرف الليت ماست بي بر يا دكاتره السوليوشن اللي قدامي ده اسيديك ولا الكراين ولا نيوتن. طب انا عرفت اسيديك. عرفت اعرف البي اتش بتاعه كام بالظبط؟ لا. عرفت هو ويك اسيد ولا سترونج اسيد؟ طيب لا انا ما عرفتش. انا ما عرفتش يا جماعه. انا ما عرفتش حاجه. انا ما عرفتش هو ويك ولا سترونج. انا بس عرفت ده اسيديك ولا الكراين. لكن ما عرفتش ده ويك ولا سترونج. عشان اعرف ده ويك ولا سترونج لازم جهاز اسمه بي اتش ميتر. يعتمد على ايه البي اتش ميتر ده؟ قال لك والله مش الاسيد ده بي اتش اكتر. صح؟ يبقى في بوزيتيف اكتر وفي او اتش اقل يعني في نيجاتيف اقل. قال لك والله البوزيتيف والنيجاتيف ده كهرباء. فانا بقيت الكهرباء اشوف مين اللي اكتر بوزيتيف ولا نيجاتيف واكتر بقد ايه؟ بقيت البي اتش بالظبط. يبقى هو يعتمد على قياس الاتش الموجب والاو اتش السالب الاستريس يعني. وبالتالي يقول لي البي اتش كام بالظبط. طب معايا انا عرفت اهو ازاي احدد السوليوشن ده اسيد ولا بيز ولا نيوترال سوليوشن. لكن عايز اعرف ايه هو الاسيد وايه هو البيز. عايز اعرف يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز. فنتكلم مع بعض عن الاسيد وعن البيز.
كمان برضو سهل جدا جدا جدا. لو عرف الاسيد او الاحماض هقول دي سابستنس وين ديسوشيتد ان ووتر، لما تتأين في الماء. سابستنس وين ديسوشيتد ان ووتر، عندما تتأين في الماء. It gives the H ion ولا O H ion؟ H. Gives the H ion concentration. Substance when dissociated in water gives the H ion concentration. مش H ion ده بروتون؟ صح؟ بروتون اهو. قال لك يبقى هي بتطلع بروتون. بتدونيت بروتون. فأسمي الأسيد بروتون دونر. يعني بتطلع بروتون. فتخيل انت جوك امتحان. يقول لك بروتون دونرز ار ونختار اسيد. اي حاجه في المكان تقول يعني بروتون دونرز هم الاسيد. بس يقول لك والله في نوعين من الاسيد. في نوع من الاسيد خدناه زمان اسمه سترونج اسيد. اتش تين. وفي نوع اسمه ويك اسيد. هو ايه الفرق؟ يقول لك ابو شاطر يا مونيكا بصراحه يعني برافو عليك. يبقى سترونج بتقول ايه؟ مارينا انا ما اعرفه، لو قلت لهم خمس سنين تعرفوا برضه. فاي حد فيهم مونيكا اي حد مننا وخلاص. السترونج اسيد، السترونج اسيد قال لك ده كومبليتلي، ده كومبليتلي ديسوشيت ان ووتر، يتأين تأين تام with marked increase in H ion concentration. وال H ion concentration يزيد في solution بشده. وهذا الديسوشيشن يبقى ريفرسبل، يعني ما ينفعش يرجع تاني. ليه الكلام ده؟ قال لك زي الاتش سي ال مثلا، ده سترونج اسيد. لما احط 100 مولوكيول اتش سي ال في الميه، قال لك يحصل له كومبليت ديسوشيشن، يعني يديني 100 اتش، 100 اتش و100 سي ال، يبقى من كده حصل له كومبليت ديسوشيشن. قال لك اه. وذ ماركت انكريز ان اتش، الاتش زاد في السولوشن جدا. وده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ يعني الاتش ما ينفعش يشبك في سي ال ويرجع اتش سي ال مره كمان. فعشان كده الاتش سي ال ده سترونج ملوش حل. يبقى نقول تاني كلمه اسيد يعني ايه؟ سابستنس وين ديزولف ان ووتر انكريز ذا اتش ايون كونسنتريشن. والاتش ايون ده بروتون، فسميتها بروتون ايه؟ دونر. نوعين، في سترونج وفي ويك. السترونج كومبليتلي تماما ديسوشيت ان ووتر، يتأين تأين تام او يتأين تأين كامل with marked increase in H. وهذا الديسوشيشن ريفرسبل، لو حطيت 100 اتش سي ال يتأين ل 100 اتش و 100 سي ال، فيزيد الاتش مره واحده في السولوشن يحصل مالتي ديجريز، وهذا الديسوشيشن ريفرسبل ما ينفعش يرجع تاني. على عكس بقى يقول لك الويك اسيد ده كومبليتلي ولا بارشلي؟ ده بارشلي ديسوشيت ان ووتر. With marked ولا with minimal؟ Minimal. With minimal increase in H ion concentration. With the decision reversible ولا irreversible؟ Reversible. زي مين مثلا؟ قال لك لو حطيت 100 100 100 acetic acid. CH3COH 100. يقول لك 10 يتأينوا، يديني 10 H و10 acetate ion. CH3COO. ويقعد 90 زي ما هم CH3COH. يبقى هو كده حصل له بارشل ديسوشيشن، 10 مولكيولز بس حصل لهم ديسوشيشن، والباقي زي ما هم اهو، زي ما هم بالظبط. يقول لك ده كمان الاتش المتعين ممكن يرجع يشبك في الاسيتيك ايون ويرجع اسيتيك اسيد مره كمان، يعني الديسوشيشن ده ريفرسبل. يبقى الويك اسيد يا دكاتره دي بارشل ديسوشيت ان ووتر with minimal 10 بس اللي كده increase in H. والديسوشيشن بتاعهم كمان ريفرسبل، يعني ممكن يشبكوا مع بعض تاني ويرجعوا لي اسيتيك اسيد غير متعين. طب حلو قوي. بنفس المنظر نتكلم مع بعض عن البيزك القلويات او القواعد. دي سابستنس وين ديسوشيتد ان ووتر increase ال H ولا ال OH؟ increase ال OH ion. يقول لك كل OH يروح مدور له على H يشبك فيها ويعمل ميه. كل OH يدور له على H يشبك فيها ويعمل ميه. يعني هو كده بياخد ايه؟ بروتون. بياخد ايه؟
بروسس بيستقبل بروسس بيأكسبت بروسس فالبيزس أسميها بروتون إيه؟ إذن البيزس اسمها بروتون أكسبتور بروتون أكسبتور تخيل ده سؤال في الدروس الامتحان يقولك بروتون أكسبتور ده أر تختار بيزس وبنفس المنطق عندي نوعين من البيزس في نوع اسمه سترونج بيز ونوع اسمه ويك بيز قول معايا بقى السترونج بيز ده كومبليتلي ولا بارشل ديسوشيت؟ كومبليتلي ديسوشيت ان اول ويز ماركت ولا ويز مينيمال؟ ماركت ماركت انكريز ان او اتش والديسوشيت هيبقى انفيزبل زي مين؟ قال لك زي الان اي او اتش لو حطيت 100 ان اي او اتش يديني 100 ان اي و100 او اتش ده كومبليت ديسوشيشن وده ريفيرسبل ولا ريفيرسبل؟ لكن لو عندي بقى ويك اسيد ده يبقى ايه؟ بارشالي ديسوشيت ان اوتش كويس؟ مينيمال انكريز ان اوتش هيبقى مينيمال قوي والديسوشيشن يبقى ريفرس ده ال ان اتش 4 او اتش قال لك لو حطيت 100 ان اتش 4 اتش 10 يتغيروا ل ان اتش 4 وكمان ل 10 او اتش ويفضلوا 90 زي ما هم مش متأينين بصورة N H 4 H ده كمان اللي شوية اللي تقينه ممكن يرجعوا يشبكوا مع بعض تاني ويرجعوا N H 4 H يبقى الـ dissociation هنا reversible كلام سهل يا جماعة عيد تاني طيب نرجع بقى وهي بتتصفح هيموتني هيموتني ونشوف ايه الطاج of acid produced inside the blood. Type of acid in the body. لا يعني وطي يعني قلل الدرجة ولا يعني التي يتم انتاجها داخل جسمك. قال لك في نوعين من الاسيد. في نوع بسميه ريسبيراتوري. او فولاتايل يعني ايه فولاتايل متطاير ريسبيراتوري او فولاتايل اسيد وفي نوع بسميه ميتابوليك ده مش موجود او فيكسد اسيد كم ده مش موجود يبقى ريسبيراتوري او فولاتايل اسيد وفي ميتابوليك او فيكسد اسيد فهمني هلا كلمه ريسبيراتوري اسيد يعني اسيد تطلع في الريسبيريشن اتخلص منها عن طريق التنفس وهو واحد بس اسمه H2CO2 كربونيك قال لك اصل ال H2CO2 ده بيتكسر الى CO2 وميه هل الميه فيها مشاكل؟ لا تقعد في جسمي والCO2 يطلع فين؟ في الاكسبيريشن في الجفيف وبالتالي هذا الاسيد اللي اسمه H2CO2 بيطلع في التنفس فبيطير مع التنفس فسميته فولاتايل او ريد بايرجلس هو واحد بس H2CO2 كل انواع الاسيد الاخرى التي يتم انتاجها داخل جسمي اسمها ميتابوليك ليه اسمها ميتابوليك؟ اصلا بتطلع من الميتابوليزم التبديل الغذائي او الايز من اوكسيديشن اوف فود فاسمها ميتابوليك اسيد وكمان مش بتروح في الريسبيريشن يبقى ثابته في جسمي مش بتروح في الريسبيريشن فاسمها فيكس يبقى الانواع الاخرى اسمها ميتابوليك عشان جايه من ميتابوليزم واسمها فيكس عشان مش بتروح في الريسبيريشن وهقول لك بقى جمله مشهوره قوي 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 هو لما باكل وبعمل اوكسيديشن للفود بيطلع جوه جسمي اسيد ولا بيزيد؟ لما اكل الاكل يطلع اسيد ولا بيزيد؟ اسيد يا دكتور جسمك بيطلع احماض جسمك بيطلع احماض اي حاجه بتاكلها تطلع في جسمي احماض تطلع اسيد هزبتك زي سيادتك كان معاك فلوس شويه وكلت بروتين قال لك البروتين يحصل له اوكسيديشن في جسمي ويطلع اسيد اسمه سلفوريك اسيد اسيد اهو واسيد اسمه فوسفوريك اسيد اسيد اهو
يبقى الاوكسيديشن وبروتين يطلع اسيد سلفوريك وفوسفوريك ودول اسمهم بريزريشن؟ لا يبقى اسمهم كاتريز وجايين من ميتابوليس يبقى اسمهم ميتابوليك اسيد. طب كمان لو اكلت بيورين البيورين دي موجوده في النيوكليس في النيوكليك اسيد قالك البيورين يحصل لها اوكسيديشن وتطلع يوريك اسيد اسيد اهو يا دكتور يوريك اسيد. طب لو اكلت دهون الفات قال لك لو عملت بارشل اوكسيديشن اكسده جزئيه للدهون تطلع اسيد اسمها ايه؟ قال لك اسمها اسيتو اسيتيك اسيد وكمان بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد اسيد ايه؟ اللي عايز يجيب امتياز قال لك الاثنين دول اسمهم كيتون بادل اسمهم يا جماعه؟ كيتون بادل كيتون بادل ولو زادوا في الدم حاجه اسمها كيتوزيس حاجه اسمها يا جماعه؟ كيتوزيس وهم اسيد وزادوا في الدم فاسمي ده كيتو اسيدوزيس كيتو اسيدوزيس يبقى الاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد الاثنين اسمهم كيتون بادل ولو زادوا في الدم اسميها كيتوزيس او كيتو اسيدوزيس. طب امتى يزيدوا في الدم؟ قال لك الواحد مش عارف ياكل كربوهيدرات ولو انا مش عارف ااكل كربوهيدرات مش عارف ااكل كربوهيدرات هاكل دهون ولما ااكل دهون اطلع كيتون بادل اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد ويحصل كيتوزيس. طب جميل. طب انا مش هاكل بقى لا بروتين ولا بيورين ولا فات انا سيادتك بقى هاكل كربوهيدرات والكربوهيدرات في جسمي مين لي جلوكوز ده المين كربوهيدرات في جسمي. قال لك لو اكسبت الجلوكوز بس في عدم وجود الاكسجين انيروبيك اكسده لا هوائيه قال لك الانيروبيك اوكسيديشن بيطلع اسيد اسمه ايه؟ لاكتيك. طب فين يطلع اللاكتيك اسيد في جسمي؟ والله المصل دي اي حد يقولها الطالب بتاعي ما يقولش كده الطالب بتاعي شاطر يقول اللاكتيك اسيد يطلع يا اما كونتينيوسلي يا اما اوكيجنلي كونتينيوسلي طول الوقت 24 ساعه في اليوم 3 ايام في الاسبوع 30 يوم في الشهر 365 يوم في السنه ارمينيا على طول ارمينيا الاربيتين شغاله عرض مستمر على طول لاكتيك اسيد ولكن اوكيجنلي في المصري امتى؟ قال لك دول السيفير اكسرسايز. اصل المسل دي يا دكتور وظيفتها كونتراكشن ولو عملت سيفير كونتراكشن هتقفل البلاد فيسل والبلاد فيسل هو اللي بيجيب الاكسجين يبقى ما بقاش فيه اكسجين فيحصل انيروبيك اوكسيديشن يبقى مش على طول المسل ده المسل دي لو كونتراكشن عادي فيه اكسجين واصل يحصل انيروبيك اوكسيديشن. طيب جميل. لو ما فيش اكسجين في سيفير اكسرسايز سترونج كونتراكشن وقتها ما فيش اكسجين وبالتالي يحصل انيروبيك اوكسيديشن ويطلع لاكتيك يبقى اللاكتيك اسيد بروديوس امتى؟ الطالب بتاعي يقول كونتينيوسلي واوكيجنلي كونتينيوسلي فين؟ اربيتين واوكيجنلي فين؟ في المصري امتى؟ يبقى انت لو اكلت اي حاجه ممكن في الاخر تطلع اسيد لو اكلت بروتين سلفوريك وفوسفوريك لو اكلت بيورين يوريك لو اكلت فات اسيتو اسيتيك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد لو اكلت كربوهيدرات جلوكوز وحصل انيروبيك اوكسيديشن لاكتيك اسيد يعني يا دكتور جسمك بيطلع احماض جسمك بيطلع احماض يقول لك البي اتش بتاع جسمك لازم تبقى كونستنت لازم تبقى ثابته البي اتش بتاع جسمك 7.4 او تقول اراوند 7.4 ليه؟ مفيش رقم في جسمي ثابت مفيش حاجه ثابته اي رقم يتقال في تروت رينج ما اقولش رقم ثابت فايه بتقول البي اتش بتاع جسم من 7.35 ل 7.45 او تقول اراوند 7.4 اراوند يعني حبه فوق حبه تحت حاجه كده يعني يبقى اراوند 7.4 وهذه البي اتش هي مهمه لكل الميتابوليك رياكشن في جسمي لازم كل الميتابوليك رياكشن في جسمي تحصل عند هذه البي اتش اراوند 7.4 ولو حصل التريشن للبي اتش اتغيرت يحصل التريشن لكل كيميكال رياكشن تبول ما تحصلش
يبقى لازم كل الرياكشن تحصل at a certain pH same of control. ولو حصل alteration تغيير في pH يبقى حصل alteration في الكيميكال رياكشن. يقول لك ده كده كده يعني لازم يبقى جسمي at a state of acid base balance. لازم كميه الاسيدز اللي جسمي تبقى قد كميه البيت. يعني لازم الاسيد الزايده اللي اعمل لها برودكشن اللي اطلعها لازم اعمل لها اكسكريشن اخرجها عشان احافظ على الاسيد بيز بالانس. يقول لك لازم الجسم يكون ان ستيت اوف اسيد بيز بالانس، الاسيد قد البيز. طب ازاي الاسيد يبقى قد البيز وانت جسمك على طول بيطلع اسيد؟ يقول لك لازم الاماونت اوف اسيد بروديوس اروح اعمل لها ايه؟ اكسكريشن، فاحافظ على الاسيد في جسمي قد البيز فاحافظ على البي اتش كونستنت اراوند 7.4. فهمنا يا جماعه؟ يبقى عرفنا ان جسمك بيطلع احماض وعرفت ان البي اتش بتاع جسمي لازم تبقى اراوند 7.4 وهي البي اتش اللي لازمها لكل الميتابوليك رياكشن. ولو حصل اولتريشن في هذه البي اتش يحصل اولتريشن لكل الكيميكال رياكشن ولازم يبقى جسمي ان ستيت اوف اسيد بيز بالانس. يعني الاماونت اوف اسيد بروديوس تبقى ايكوال الاماونت اوف اسيد ايه؟ اكسكريتد. طيب انت بتقول ان شغال اسيد 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 انتاج اسيد في جسمي، ازاي امنتين البي اتش؟ ايه الفاكتور ذات ريجوليت البي اتش في جسمي؟ ايه الحاجات اللي بتحافظ على البي اتش بتاع جسمي ثابته؟ يقول لك والله هما ثلاث حاجات ربنا خلقهم في جسمي عشان يحافظوا على البي اتش اوف ذا بادي كونستنت. اكتب على السؤال ده اورا فاكتورز فين ده؟ ذات ريجوليت البي اتش. قال لك والله اول حاجه بتريجوليت البي اتش اسمها بافر. اسمها يا جماعه؟ بافر. البافر دي حاجات بتعادل الاسيد او تعادل البيض اللي طلع، تعمل نيوتراليزيشن للاسيد او البيز الاكسس اللي بتنزل. يقول لك البافر لو هوصفها هقول دي الفيرست لاين اوف ديفنس، خط الدفاع الاول اجينست تشينج ان بيتش. هي الفيرست لاين اوف ديفنس اجينست تشينج ان بيتش، ودي اد ان ا فراكشن اوف ا سكند، يعني شغاله في جزء من ثانيه على طول تشتغل، وبالتالي ليها ايميديت ريسبونس استجابة ثورية. يبقى هي الفيرست لاين اوف ذا فيرست وات ان ا فراكشن اوف، ويبقى ليها ايميديت اي قرار خدته بسرعة، قرار خائف ولا خاطئ؟ خاطئ. وبالتالي هي متتابعة، يبقى ليها هاي افشنسي ولا لو افشنسي؟ لو افشنسي. تتظبط تغير بسيط في البيش، لكن لو تغير كبير ما تعرفش في حاجة. يبقى هي عشان سريعة of low efficacy، الافكاسي بتاعتها لو، ودي اسمها بفر. طب الحل ايه؟ قال لك الحل الاسبريشن، اضبط بالاسبريشن. ازاي اضبط بالاسبريشن؟ قال لك by increase ال CO2 excretion او decrease ال CO2 excretion في جسمي. بمعنى قال لك ايه؟ ان الاسيد زادت في جسمي، الاسيد زادت في جسمي، قال لك ما انت ممكن تزود الاكسبريشن، فلما تزود الاكسبريشن تزود الوش اوف CO2 تخرج CO2 اكبر، والCO2 جاي من اسيد اسمه H2CO3، فلما تخرج CO2 كتير انت بتقلل ال H2CO3 في جسمك، يعني بتقلل الاسيد، وبالتالي بتعمل وش للاكسبريشن. طب دي مش قبل بداية في بيز داي في بيز دايت في جسمك، الكالي دايت في جسمك، قال لك تقلل التنفس، وبالتالي تحتفظ بالCO2 جوه جسمك بس تخرجه، ولما تحتفظ بيه يروح شابك مع ميه ويعمل H2CO3 ده اسيد، يروح الاسيد عمل نيوتراليزيشن للاكسس بيت. يبقى انا ممكن اتحكم في البي اتش، ممكن اريجوليت البي اتش عن طريق الاسبريشن باي انكريز او ديكريز الCO2 اكسكريشن. هقول تاني، لو انا عندي اسيدز زايده يعني اسيدوزز اسيدز زايده، قال لك ازود ولا اقلل السي او 2 اكسكريشن؟ هزود، لان السي او 2 جاي من اسيد اسمه H2O3، فلو لو زودت اخراج السي او 2، لو زودت الوش اوف سي او 2 يبقى بقلل الاسيد،
وبطلع الأدلوز. يبقى الفاهم بقى من دلوقتي يعرف الأدلوز يزود التنفس. الأدلوز يزود ايه؟ تنفس. عشان خاطر اتخلص من الكيوتو اتخلص من الأدلوز. طب واحد بقى عنده بيز عنده ألكالي اسمي ده ألكالوزز يبقى يزود ولا يقلل؟ يقلل. ولما بقلل تنفس احتفظ بالكيوتو جوه جسمي وده يشبك معاه ميه ويعمل H2CO3 يعني اسيد، الاسيد يعمل يوتيلايزيشن للبيت يعادل البيت وكده طلعت ايه كده الجنوب. كان ده بالتفصيل قدام ان شاء الله. طيب هل الريسبيريشن ده الايفكت بتاعه عالي ولا قليل؟ عالي ولا قليل؟ لا قليل. ليه هل واحد قليل ده يطلع في ايه التغير في البيت محطوط برضه؟ ليه؟ تقدر اقول لك مثلا انت عندك اسيدوز ولازم تنفسي 100 مره في الدقيقه عشان تطلعيها، تقدري تنفسي 100 مره في الدقيقه؟ تقدري؟ ولا حد يقدر. ممكن اقول لك عندك الكالوز وقف تنفسك كده نص ساعه ولا حاجه عشان تراكم الاسيد في جسمك وتعمل نيوتراليزيشن اللي بتقدر ولا تقدر طبعا. قال لك الريسبيريشن ليها ماكسيمم ما تقلش عنه وليها مينيمم ما تقلش عنه، وبالتالي الافكت بتاعتها لو عشان ما اقدرش ازود على ليفل معين ولا اقدر اقلل على ليفل معين. فالافكتي اوف ريسبيريشن برضه. طب جميل. هما اللي ايه بقى اللي هيطلع؟ اللي هيطلع هي الكدني. يا سلام على الكدني دي. جامده قوي الكدني دي. الكدني هي السكند لاين اوف ديفنس اجينست تشينجين بيبي. بعتبر البافرز والريسبيريشن دول الفيرست لاين. والكدني دي السكند لاين اوف ديفنس. والجدن يتكسر at slowly slowly شغاله على راحتها و need several days ايام عشان تريتش الماكسيمم افكت بتاعته. هي at slowly at slowly و take several days عشان توصل للماكسيمم كباسيتي. هي شغاله بطيئه لكن هتصلح الجدن؟ هتصلح الجدن. في مثلا في الانجلش يقول لك ايه؟ slowly but سوري. ببطء لكن اكيد هي اللي هتعمل كده، اكيد هي اللي هتصلح البيت سلولي بس سوري، هي اللي هتصلح البيت. طيب جميل، ازاي بتصلح؟ قال لك الكدني دي ذكيه قوي، ذكيه جدا، بتشوف ايه الحاجه اللي زايده في الدم تروح منزلها في اليوم، وايه الحاجه اللي ناقصه تروح مرجعها على الدم، تنزلها في اليوم ده اسميه ايه؟ ريشن اخراج. ترجعها للدم ده بسميه ري ابزوربشن اعاده امتصاص. زي واحد عنده اسيدوزس اسيد زايده انزل فين في اليورين؟ اكريشن اللي هي في اليورين؟ اسيد وري ابزوربشن لمين؟ عشان طلع البيت. طب واحد عنده الكالوزس الكالي زايده اكريشن لمين؟ الكالي ري ابزوربشن لمين؟ أسد. يبقى في 3 فاكتورز يطلعوا البيت ودور اورال ده سؤال اورال. اول فاكتور اسمه بافر وده الفيرست لاين اوف ديفنس اجينست تشينج ان بي اتش واد الى فراكشن اوف اتاكر وبالتالي له الميديال في البوك. الافكتي عالي ولا قليل؟ قليل. بعدها الريسبيريشن باي انكريزنج او ديكريزنج الكيو 2 اكسكريشن في جسمك. والانفكت عالي ولا قليل؟ قليل. عشان في ماكسيمم ما ادوش عنه ومينيمم ما قللش عنه. امال مين اللي هيصلح البي اتش بقى؟ الكدنيز. الكدنيز دي السكند لاين اوف ديفنس اجينست تشينج بي اتش وكمان هي ات سلولي تيك سيفرال دايز عشان توصل للماكسيمم كاباسيتي. هي سلو لكن هي اللي هتصلح البي اتش سلولي بس سلولي هي اللي هتصلح البي اتش. ازاي اصلح؟ هتنزل اللي زي في اليورين يعني الكريشن وترجع اللي ناقص للدم يعني ري ابدومين. اتفضل. اللي فوق بافرز بنشرحه دلوقتي حالا ده موضوعنا. عنوان كبيره زي بافرز دلوقتي. ما هو على حسب الاول خالص البافر. لو فشل البافر ريسبيريشن. لو فشلوا الاثنين كده. فلو هو التغيير خلاص اتطلع بالبابر خلاص مش هتعمل زي انت لو ندخل بقى على موضوع في غايه الاهميه
وهو اول موضوع لازم في الشابتر ده يا جماعه بابر نتكلم عن موضوع يسمى بابر في اللغه يا جماعه كلمه بابر يعني ايه لو فتحت القاموس ودورت على كلمه بابر يعني ايه قال لك في حاجه اسمها ترين بابر ترين يعني قطر ترين بابر يعني ايه ترين بابر قال لك اخر محطه القطر بتلاقي حاطين كده ايه فرضانه مسلحه كده بيخبط فيها القطر فيقف قال لك دي صدادات توقف لو انت كمان ماشي بعربيتك كده بسرعه كبيره ودوست فرامل عشان السرعه كده يقول لك انت عملت بافرنج للسرعه قللت السرعه بالظبط فكلمه بافر يعني فرامل تفرمل توقف تمنع الزياده وفي الكيمياء كلمه بافر يعني محاليل منظمه للبيتش تمنع زياده او نقص البيتش بافر يعني المحاليل المنظمه للبيتش عشان اتكلم عن البافر لازم اتكلم عن عناوين ثابته هتكلم عن الديفينيشن والبافر وهتكلم عن الكومبوزيشن اوف بافر تركيب البافر وهتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن اوف بافر كيف تعمل البافر وكمان هتكلم عن موضوع يسمى فيزيولوجيكال بافر ولو خلصت الكلام ده يبقى خلصت البافر نبدا مع بعض بالديفينيشن اوف بافر والديفينيشن في الامتحان بيجي الواحد كده ديفاين وتعاد اول سؤال اورال تساله ديفاين يا ابني البافر وعندنا في الامتحان الاورال الانطباعات الاولى تدوم وتدوم وتدوم يعني ايه؟ بمعنى لو جات لك السؤال اول سؤال وجاوبت كويس وبعد كده مكان فور كيمستري اجابت في الثيولوجي لا هتاخد درجه حلوه هو خد عنك انطباع انك انت شاطر لو اول سؤال جاوبته غلط وبعد كده سمعت له كتاب البايوكيمستري كلمه كلمه مش هتاخد في المارك ليه؟ عشان خد انطباع عنك انك انت مش شاطر الانطباعات الاولى تدوم وتدوم وتدوم و90% منكم اول سؤال في الاورال ديفاين بفر انه اول حاجه مهمه في البدايه ديفاين بفر يعني ايه بفر؟ والله لو عرفت بفر اقول دي سوليوشن محاليل ذات ريزيست تقاوم اتشينج ان بي اتش وين moderate والنبي حط لي خطين ثلاثة عشرة تحت كلمة moderate دي مهمة moderate دي amount of acid or bases are added نحفظ بعدين احفظ معايا التعريف يعني ايه buffer solution which exchanges and when moderate amount of acid or bases are added كمان مره يعني ايه بافر؟ solution which resists a change in pH when moderate amount of acid or bases are added كمان مره solution which resists a change in pH when moderate amount of acid or bases are added بمعنى قال لك والله ياما حليب وظيفتها تمنع تغيير بيتش عند اضافه كميات معتدله moderate amount of acid or base يعني ايه معتدله؟ قال لك اصل مثلا لو عندك 100 مللي بفر وحطيت 1 مللي اسيد هعمل لها بفر ده كميه الاسيد اللي تم اضافته حاجات صغيره لكن ينفع اجيب 10 مللي بفر احطه برميل اسيد واقول مش هتغير بمناسبه ايه يا اخي؟ ده الكثره بتغلب الشجاعه يا اخي حرام عليك فلازم كمية الأسيد أو البيز اللي هحطها تكون متناسبة مع كمية البفر. فقول مودريت أمام. يبقى هي سوليوشن محاليل that resists changes in pH when moderate amount of acid or bases are added that definition. اتفضل. قد بعض يعني هتغير كتير ما ينفعش قد بعض بس لازم كمية معتدلة كمية صغيرة يعني. وعشان كده قلت لك الاول ان البفر دي لو افكت ما يشتغلش بقوه يعني طب جميل تاني نقطه هتكلم عنها اسمها كومبوزيشن التركيب ازاي اعمل بفر يقول لك هناك طريقتين لتصنيع البفر اول طريقه
البفر ممكن يكون من ويك اسيد اند اتسول ملحه وذ سترونج بيز. ويك اسيد اند اتسول وذ سترونج بيز. او الطريقه الثانيه يقول لك ويك بيز اند اتسول وذ سترونج اسيد. وبالام سي كيو بيصادك بقى هنا بقى بيلخبطك هنا بقى يقعد يلخبط لك ويك وسترونج دي ويضايقك وانت بتتلخبط مش هتلخبط. قال لك دايما تبدا بالويك وتنهي بالسترونج. ببدا بالويك وانهي بالسترونج. ولو قلت في الاول اسيد في الثانيه اقول بيز وفي الاول قلت بيز اقول في الثانيه ايه؟ قلت الموضوع بقى مش هتلخبط لا يبقى ابدا بويك وانهي بالسترونج. ولو في الاول قلت اسيد الثاني يبقى بيز. في الاول قلت بيز الثاني اقول اسيد. قولوا معايا بقى ازاي اعمل كومبوزيشن ويك اسيد اند ريزولت ويز سترونج بيز او ويك بيز اند ريزولت ويز سترونج اسيد. اديني اكزامبل. قال لك والله لو عندي ويك اسيد اند اتسولت وسترونج بيز. ويك اسيد زي H2CO3 ده اسمه ايه ده؟ كربونيك اسيد. قال لك ده ويك اسيد اهو. هجيب ال H2CO3 اللي هو ويك اسيد افعله مع سترونج بيز NaOH. واحنا خدنا ان اسيد بلس بيز يدي ووتر بلس سول. قال لك والله اتش من هنا مع ال OH تدي ميه H2O بلس NaH2O. ده سولت يا دكاتره. ده ذا سولت اوف ويك اسيد وذ سترونج بيز. ده ذا سولت اوف ذا ويك اسيد مع ايه؟ سترونج بيز. اروح واخد السولت ده اهو اهو خدته اهو اضيفه على الويك اسيد ان ايه اتش 2 3 الاثنين مع بعض يبقى اسمهم بفر. يبقى انا جبت ايه؟ ويك اسيد وجبت ملح الحمض الضعيف مع قلوي قوي اتش سولت وسترونج بيز الاثنين مع بعض ده وده ده وده. لا ده ينفع لوحده ولا ده ينفع لوحده. الاثنين مع بعض يشتغلوا از بفر. وعشان كده بسميه بفر سيستم. سيستم نظام مش واحد بس لازم الاثنين مع بعض يشتغلوا از بفر. يبقى ده ويك اسيد اند اتسول وسترونج بيز زي كربونيك اسيد باي كربونيت بفر سيستم. هسميه كده كربونيك اسيد باي كربونيت بفر سيستم. قال لك ده اسيد صح؟ صح اسيد بروتون دولار يعني صح؟ قال لك ده ان ايه اتش 2 3 مش الان ايه دي ممكن احط مكانها اتش صح؟ اه ممكن احط مكانها اتش فهتعمل ده بروتون اكتف. يبقى الاسيد هنا اعتبره بروتون دونر والسولت عشان ممكن ياخد اتش بعتبره بروتون اكسبتور. والاسيد بسميه اسيد كونجوجيت والبيز هسميه بيز كونجوجيت. هو كلمة كونجوجيت يعني ايه؟ مرتبط. قال لك اصل ده ما ينفعش يشتغل لوحده لازم يبقى كونجوجيتد مع السولت. وكمان السولت ما ينفعش يشتغل لوحده لازم كونجوجيتد مع الاسيد. فهسمي ده اسيد كونجوجيت وهسمي ده بيز كونجوجيت. بس ليه بيز؟ ما انت تسميه سولت وخلاص. قال لك مش هو بيستقبل بروتون؟ مش هو بروتون اكسبتور؟ اذا يعتبر البيز. يبقى الاسيد هو اسيد ما فيهوش كلام. لكن ليه السولت بتقول عليه بيز؟ لان السولت ممكن ياخد اتش ويبقى اتش 2 3. وطالما بياخد اتش يعني بروتون اكسبتور بعتبره بيز. فاسمي الطرف ده اسيد كونجوجيت لانه بروتون دول. واسمي الطرف ده بيز كونجوجيت او بروتون اكسبتور. واسمي الاثنين مع بعض كونجوجيت بير. الله عليك ده كونجوجيت بير. كونجوجيت بير الاثنين لازم مع بعض يشتغلوا كونجوجيت بير. طيب المكون الرئيسي للبفر ده يا جماعه اسيد ولا بيز؟ اسيد. مش هو جاي من ويك اسيد وملح الويك اسيد. يبقى المكون الرئيسي لهذا البفر اسيد. يبقى البي اتش اوف ذيس بفر هيبقى ليس ذان ولا مور ذان 7؟ يبقى البي اتش بتاع هذا البفر ليس ذان 7 لان المكون الرئيسي له هو اسيد. اه ويك بس اسيد. وهذا النوع من البفر
هو اللي مور كومون فيسيولوجيكالي، يعني هو اللي موجود في جسمي. البفرز في جسمي من ده. نيجي للنوع تاني، قال لك مكونه من ويك بيز اند السولت ويز سترونج اسيد. ويك بيز ايه؟ زي ال NH4OH ويت سولت وسترونج اسيد. بص بقى على البورد، قال لك جبت لي NH4OH ويك بيز، فعلتها مع HCl وبيز بلس اسيد جيفز ووتر بلس. قال لك ال H مع ال OH يديني ميه H2O، و NH4Cl قال لك ال NH4Cl ده ملح القلوي القوي، ملح القلوي الضعيف مع حمض قوي. ده السول اوف ذا ويك بيز مع سترونج اسيد. بص عامل ايه؟ اروح جايب السول ده جبته وحطيته مع الويك بيز، يبقى عندي NH4Cl وعملت بفر سيستم. ده وده، ده وده، ما ينفعش ده لوحده ولا ده لوحده يشتغل لوحده بفر، الاثنين مع بعض يشتغلوا بفر، واسميه بفر سيستم NH4OH على NH4Cl. المكون الرئيسي لهذا البفر هو اسيد ولا بيز؟ بيز. ده جاي من ويك بيز واتش صوت وسترونج اسيد، يعني المكون الرئيسي بيز. فالبي اتش اوف ذيس بفر لسان ولا مور ذان؟ مور. يبقى ده مور ذان 7. موجود في جسمي؟ لا، اللي موجود في جسمي هو اول نوع. كمان مره يا جماعه، كمان مره بتكلم عن موضوع غايه في الاهميه، وريت في الامتحان اسمه بفر. وورد ديفينيشن اوف بفر، اقروا معايا اسمع صوتكم. دي عباره عن ايه؟ سوليوشن ويتش ريزيست اسمع تشينجز ان بي اتش وين مودريت اماونت اوف اسيد اور بيز ار اسيد. وبتكلم عن الكومبوزيشن، وقلت في طريقتين بكون فيهم بفر. اول طريقه ويك اسيد اند السولت والسترونج بيز، ودي زي الكربونيك اسيد باي كربونيت بفر. بقول الكربونيك اسيد لوحده ينفع بفر؟ طب الباي كربونيت ينفع بفر؟ الاثنين مع بعض بفر، فسميتهم بفر ايه؟ سيستم. والاسيد ده بروتون دورك، والسولت ده بروتون اكسبتور، فاعتبرت السولت بيز لانه بروتون اكسبتور، وسميت الاسيد اسيد كونجوجيت، والبيز بيز كونجوجيت، والاثنين مع بعض كونجوجيت بير. لازم يشتغلوا مع بعض، لازم يبقوا بير توجيذر. وال بي اتش اوف ذا بفر ليس ذان 7، وهو اللي مور كومن فيزيولوجي. النوع الثاني مكون من ويك بيز اند اتس سولت ويز سترونج اسيد زي ال ان اتش 4 او اتش ان اتش 4 7. والمكون الاساسي لهذا البفر بيز، فالبي اتش مور ذان ايه؟ وده ليس كومن فيزيولوجي. طب انا فهمت الديفينيشن وفهمت الكومبوزيشن، عايز اعرف ايه الميكانيزم اوف اكشن، كيف يعمل البفر، ازاي البفر يعمل نيوتراليزيشن. بس يا واد، بس يا باي، بس يا باي، داخل حاجه بكره يا جدع هتقعدوا البيت ده. لا عندنا حاجات ثانيه، عندنا حاجات ثانيه. لو عندنا حاجات ثانيه كنت جيتوا بكره، جيتوا النهارده، يبقى عندنا حاجات بكره. انا فاهم، انا حاسس ان دي بقى عارف على بعض صح. الميكانيزم اوف اكشن، اخد اكزامبل عشان اشوف الشغل ازاي. الاكزامبل بتاعي هو البفر الشهير اللي اسمه H2CO3 على PH2O3 بفر سيستم. كربونيك اسيد باي كربونيت بفر سيستم. ايه البي دي؟ البي دي رمز. البي دي رمز. قد تكون البي دي صوديوم وقد تكون بوتاسيوم، اي ميتال يعني، اي كاتايون. طب اقول بي صوديوم بوتاسيوم اي حاجه. عايز اشوف هذا البفر كيف يعمل، وازاي يعمل نيوتراليزيشن للسترونج اسيد، او يعمل نيوتراليزيشن للسترونج بيز. طيب ونبدا باسيد ولا بيز؟ اسيد. نبدا باسيد زي اتش سي ال. لمن يفهم بقى؟ افهم طيب. قال لك الاتش سي ده سترونج اسيد؟ اه. بروتون دونر ولا اكسبتور؟ دونر. يعني بيدي ايه؟ بروتون. والبروتون دي لو اتثبت هتغير في اتش. فاي حاجه، اي جزء من دول يتفاعل معاه، الدونر ولا الاكسبتور؟ اكسبتور. يعني يتفاعل مع الاتش 2 CO3 ولا بي اتش 2 CO3؟ بي. بي
برافو عليك. البي احط مكانها صوديوم ان اي اتش 2. بص هيحصل ايه، قال لك ده هيطلع بروتون اتش فده ياخده فيبقى اتش 2 سي او 3 والان اي مع السي ال يديني ان اي بلس. تاني الاتش سي ال سترونج اسيد يعني بروتون ايه؟ دونر. فالبروتون اللي هيطلع هيبقى اتش. لو انا عايز اعمله بافرين المفروض اخد من البروتون صح؟ فمين هياخد من البروتون؟ الاكسبتور. فالـ HDL عشان اعمله بافرين هيتفاعل مع البروتون اكسبتور اللي هو NaH2C. البروتون يطلع يروح واخده اكسبتور ويديني H2C بلس NaHDL. اللي مش فاهم الموضوع طلع اكسبتور كده بالعقل كده. لو عندي اسيد واعمله بافرين افعله مع الاسيد اللي زيه ولا مع الصوت؟ مع الصوت بالعقل كده. ده مش مفكر كده يعني، لو تروح اكسبت وهو اللي عامل بفر. قال لك ال HDL لوحده كده سترونج اسيد ولو سبته هيغير في ايه؟ قال لك انا حولته ل NaCl ده صوت ده وصوت نيوتن وكمان H2O3 ده ويك اسيد. قال لك انا حولت السترونج اسيد اللي كان هيغير البي اتش الى ويك اسيد وذ مينيمال تشينج بي اتش. وانا عملت بفر، انا عملت بفرنج منعت تغيير البيش. يا سلام يا اخويا، فممكن الكلام ده يبقى ابلايد بس على الاسيد. ما تقولي ازاي بيشتغل البيت؟ قال لك اهو ان اي او اتش سترونج بيز ولا لا؟ تنكرني على سترونج بيز؟ لا سترونج بيز. قال لك سترونج بيز ده بيدي او اتش صح؟ والاو اتش دي لو اتثابت هتغير البيتش. طب عشان اعمله بفرنج قال لك لازم حاجه تطلع اتش، لازم حاجه تطلع فالاتش رياكت مع الاتش بتعمل ميه نيوتن يبقى يتفاعل مع بروتون دونر ولا اكسبتور؟ دونر. اللي هو مين في دول؟ اتش 2 سي او 3. واعمل ميه الاو اتش تاخد اتش من هنا وتعمل ميه ومكان الاتش احط ان اي فيديني ان اي اتش سي او 3. عملت ايه؟ قال لك انا كان عندي ان اي او اتش سترونج بيز لو سبته كان هيغير البي اتش، حولته لميه نيوتن وان اي اتش 2 ده بيزك سولت سولت خلوي وذ مينيمال تشينج بي اتش. يبقى حولت السترونج بيز لويك بيزك سولت وذ مينيمال تشينج بي اتش. بالعقل كده بالعقل كده. قال لك انا عندي ان اي او اتش، قال لك ده حاجه بيزك هتغير البي اتش. لما افعلها مع الاسيد ولا بقى مع البيت الصوت؟ مع الاسيد. فالان ويتش بتتفاعل مع الاسيد. لو عايز بقى تفهمها بالكيمياء بقى، الان ويتش هيطلع او اتش. فعشان اعمل نيوتراليزيشن لازم مع حاجه تطلع له اتش. فالاو اتش مع الاتش بتعمل ميه. مين هيطلع اتش؟ البروتون دونر اللي هو الاسيد. واعمل ميه واعمل ويك بيت الصوت وذ مينيمال تشينج ان بي اتش وده الميكانيزم اوف اكشن اوف بفر. قال لك لو حطيت بقى سؤال الدكتور، لو حطيت اكسس اسيد او اكسس بيز انا بيحصل ديبليشن للبفر، يخلص وتتغير البيتش. وعشان كده البفر الافيكت بتاعه له. ندخل بقى على الفيس بيولوجيكال بقى. لا يا دكتور لا يا واحد انا ازاي اقعد عناوين بس عناوين بس اول مره اكبر اقعد يا اخي خمس دقايق ايه الفيزيولوجيكال بقى؟ يعني ايه كلمه فيزيولوجي؟ فيزيولوجي يعني العمليات الحيويه في جسم، الحاجات اللي بتحصل ناشونال في الجسم. فيعني ايه بافر؟ قال لك دي بافر موجوده جوه الجسم وظيفتها تثبيت البيت بتاعت ايه؟ بتاع جسمك. يبقى فيستولوجيكال بافر يعني بافر وركينج انسايد ذا بادي تو مينتين البي اتش اوف ذا بادي كونستنت اراوند كام؟ يبقى البافر اللي قلناها قبل كده تشتغل في التيوب، تشتغل في المعمل، تشتغل في اي حته. لكن كلمة فيسيولوجيكال بافر دي بافر جوه جسمي تظبط البي اتش بتاع الجسم. طب ايه هما الفيسيولوجيكال بافر؟ جاست بس نعملهم انيوميريت. قال لك هما أربعة وده سؤال انيوميريت شهير في الامتحان. انيوميريت الفيسيولوجيكال بافر.
ايه هما الفيتروجين بقى؟ قال لك اول واحد واهم واحد اسمه كربونيك اسيد باي كربونيت بفر سيستم، او سيمبلي اسميه باي كربونيت بفر سيستم. والتاني اسمه فوسفيت بفر سيستم، والتالت بسميه بروتين بفر سيستم، كلهم سيستم. والرابع اسمه هيموجلوبين اوكسي هيموجلوبين بفر سيستم. وده سؤال انيوميريت شهير جدا في الامتحان. قول معايا، هم أربعة فيسيولوجيكال بفر. الأول اسمه إيه؟ باي كربونيت بفر سيستم، والتاني فوسفيت بفر سيستم، والتالت بروتين بفر سيستم، والرابع هيموجلوبين اوكسي هيموجلوبين بفر سيستم. كلمة عن كل واحد. قال لك الباي كربونيت بفر سيستم is driven in extra cellular fluid. يعني ايه كلمة extra cellular fluid؟ الفلويد بره الخلية. مين اشهر extra cellular fluid؟ بلازما. البلازما هو اشهر extra cellular fluid. يبقى ده يا جماعة موجود في الدم، موجود في extra cellular fluid زي البلازما. الفوسفيت بفر سيستم قال لك present in all tissue types، موجود في كل الانسجه اللي في الجسم. البروتين بفر سيستم موجود في الاماكن التي تحتوي على بروتين زي السل وكمان البلازما. ما البلازما فيها بروتين اسمه بلازما بروتين، فاكر؟ الهومين وجلوبرين والحاجات دي. هيموجلوبين بفر سيستم، اين يوجد الهيموجلوبين؟ ار بي سيز. قال لك ده present in ار بي سيز، وظيفته يعمل بفرنج للسي او 2 اللي بروديوس باي ذا تيشوز. يبقى الهيموجلوبين اوكسي هيموجلوبين وظيفته يعمل بفرنج للسي او 2 بروديوس باي ذا تيشوز. اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الاثنين.